اليوفنتوس، ولكنه اتجه نحو ريال مدريد عام 2001 خصيصا ليضيف لقب دوري أبطال إلى سيرته الذاتية. هذا ما فعله في أول موسم عبر تسجيل هدف الربح، والذي قيل إنه أفضل هدف في تاريخ دوري الأبطال. فاز بست جوائز، ولكن الأهم من هذا هو تشكيله لعلاقات جعلته يعود بصفته مديرا فائزا بدوري الأبطال. الجاذبية الساحرة لزيدان جعلته من أكثر اللاعبين مشاهدة على الإطلاق، وقلب الوسط لفريق الأحلام.